مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال مصدر حكومي إن زيادة رواتب الدرجات الدنيا طبقا لقانون مرفوع إلى البرلمان سيكون عملية صعبة جراء عدم توفر المبالغ اللازمة، وأن الحل يكمن في خفض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة التي تعد ضخمة جدا مقارنة بالدرجات الدنيا. وشدد المسؤول على أن كلفة الأموال مطلوب إضافتها كتخصيصات على السلم الجديد بالتأكيد ستكون أقل، ولكن إذا بقيت الدرجات العليا على وضعها دون تخفيض مع إنصاف الدرجات قليلة الرواتب سيؤدي إلى معضلة مالية يصعب حلها إلا بزيادة أعباء على كاهل الموازنة التي لا تتحمل بالأساس. قال خبراء اقتصاديون إنه على الرغم من إقرار الموازنة ونشر قانونها في الجريدة الرسمية ومرور أكثر من 90 يوما على ذلك، فإنها لم تنفذ بسبب وجود السراق والفاسدين. وحذر الخبراء من أن المادة 16 من قانون الموازنة تعد مادة خطيرة وبابا من أبواب الفساد، إذ تتيح للمسؤولين التنفيذيين بيع أملاك الدولة ومؤسساتها، مضيفين أن هناك خفايا وإخفاقات أخرى في هذه الموازنة وفقرات تعجيزية ستتسبب في تأخير صرفها. أكد اقتصاديون إمكانية تغطية نفقات الموازنة في العراق رغم قرارات أوبك للتخفيض الصادرة أو لتخفيض الصادرات النفطية بواقع 211 ألف برميل يوميا، بشرط أن يكون سعر برميل النفط عند عتبة 74 دولارا. وأوضح الاقتصاديون أن حقول نفط مدينة كركوك وكردستان تتميز بأن أسعارها بمستوى أسعار نفط برنت، وأن العراق يمكن أن يتحمل عبء خسارة زيادة صادراته من حقول الجنوب عن طريق إعادة خط التصدير إلى ميناء جيهان التركي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آب الماضي بلغت أكثر من 7 ملايين برميل. وأضافت الإدارة الأمريكية أن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر آب الماضي 7130 ملايين برميل، بمتوسط بلغ 230 ألف برميل يومياً، مرتفعاً عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6975 ملايين برميل، ليحتل المرتبة 6 عالمياً من حيث صادرات النفط لأمريكا. أعلنت وزارة الزراعة السماح باستيراد 9 محاصيل زراعية رغم توفر الإنتاج المحلي، فيما أكد مزارعون أن القرار سيضر بمحاصيلهم التي تكلفهم كثيرا دون مردود مالي مرض، وذلك لن يؤثر على الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي إن الوزارة سمحت بفتح استيراد محصول البطاطا ضمن برنامج الرزنامة الزراعية، مبينا أن فتح الاستيراد لن يؤثر على المنتوج المحلي، إذ أن الأسواق المحلية مراقبة في حالة صعود الأسعار حسب قوله. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله.